To announce يسعدني أن that we will أعلن hold a أن panel discussion سوف on the نعقد role of جلسة حول multilateral دور development banks in private sector capital متعددة mobilization الأطراف for bridging the infrastructure investment gap. تقليل الفجوة الخاصة بالبنية التحتية. يسعدني أن أدعو إلى المنصة السيد سري مولياني اندرافاتي ووزير المالية بإندونيسيا, His Excellency Mr. Mehmet Şimşek, السيد Mehmet Şimşek, Governor and Minister of Treasury and Finance of the Republic of Turkey, وزير الخزانة Mr. José Lito Camacho, member of AIB's International Advisory Panel الهيئة الاستشارية للAIB Mr. Hassan Alam, CEO of Hassan Alam Holdings, His Excellency Mr. Jin Lichun, President and Chair of the Board of Directors of the Asian Infrastructure Investment Bank, and as moderator, His Excellency Dr. Mohamed Maid, Minister of Finance of the Arab Republic of Egypt. وزير المالية بجمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you, Your Excellency, President of the Al-Sisi. This is a panel session. I'm going to speak in Arabic, so please use the translation. دي جلسة حوارية عن يعني دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص عشان يلعبوا دور في الاستثمار في البنية التحتية عشان يقدروا يساعدوا في عملية التنمية وخلق فرص العمل. الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية في معظم دول العالم وخاصة الدول النامية هي أكبر بكثير مما قد تغطيه أو تقدر عليه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأضراف مفرده. لذلك بيشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية في تلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء العالم. ولكن لأسباب عديدة ليس من السهل دايما الاستفادة من رأس المال الخاص لتحقيق ذلك. هنا تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف زي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن يلعب دور محفز في زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار في التنمية الاقتصادية وخاصة البنية التحتية وخاصة في الدول والأسواق الناشئة والنامية. عشان كده إحدى الأولويات والأهداف الموضوعة والمنصوص عليها في الاستراتيجية الخاصة أو الاستراتيجية الخاصة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن البنك بيستهدف تعزيز الموارد المالية الرأسمالية للقطاع الخاص اللي ممكن تمكنه وتحفزه للاستثمار في البنية التحتية. عشان كده بيستهدف البنك الى تعزيز جهود تعبئة رأس مال القطاع الخاص من خلال استفادة من قدراته التمويلية لتعزيز ودعم الاستثمار في البنية التحتية كأصول مهمة ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي. الجلسة هي جلسة نقاشية وفرصة عشان نقدر نتعرف من ضيوفنا الكرام عن الكيفية التي يمكن بها للبنوك التنموية وخاصة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وغيره من البنوك متعددة الأطراف أنها تحقق أهدافا متمثلة في إنشاء نظام معلوماتي ونظام مناخي مناسب للأعمال والتحفيز المالي بيمكن رأس المال الخاص أنه يلعب دور أكثر وضوحا في تمويل البنية التحتية يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف بلداننا وأيضا يستطيع تحسين حياة معيشة المواطنين وخلق فرص العمل. أنا هبدأ السؤال الأول للأستاذ حسن علام وهو المدير التنفيذي لشركة حسن علام القبضة. سؤالي لحضرتك, حضرتك شاركت في استثمارات
في البنية التحتية في مصر والفترة طويلة. كيف تستطيع أنك تقيم الفرص والتحديات اللي بيواجهها القطاع الخاص في مختلف القطاعات التي استثمرت فيها؟ وكيف ترى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في أنها تلعب دور متزايد في أحداث التنمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بهذا الدور؟ شكرا. أنا هستأذن سيادتك هرد بالإنجليزي عشان هذا الحضور. نمرة واحد أو يعني to start off the conversation. كبداية للحوار فإن أفريقيا والشرق الأوسط هي موطن لحوالي 1.5 مليار شخص ومتوسط العمر هو 19 وهذا يعني أن هذا جزء من العالم يسمح بالاستثمار في البنية التحتية وهناك طلب متزايد على الاستثمار في البنية التحتية وبنمو متزايد وهذا للتغلب على سنوات من تجاهل وعدم الإنفاق على تلك المشاريع المهمة في الصحة والتعليم وغيرها من الجوانب المهمة. ودور القطاع الخاص واضح في هذا الشأن والفرصة متاحة والطلب متاح أيضا لأن هناك عدد كبير من السكان يحتاجون للخدمات ولكننا الآن متأخرين بسبب التأخر في التنمية بسبب ما حدث في الأعوام الماضية. بعض الدول قد حدث لديها تسارع في هذا النمو مثل مصر واستطاعت أن تقلل هذه الفجوة وهي الآن في مكانة ريادية وبعضها تأخر. إذن الفرصة متاحة والتحدي الرئيسي هو أن نكون قادرين على خلق برامج تسمح بهذه الشراكات الخاصة لأن يتم تفعيلها وأن تستمر بشكل متسارع بناء على ما تحتاجه المجتمعات. إذن أحيانا نشعر أن الفكرة موجودة وتحويلها من مفهوم إلى الشكل العملي قد يستغرق وقتا وهذا قد يغير ديناميكيات المشروع وأحيانا يتسبب في عدم تنفيذ المشروع في الوقت المناسب. إذن لكي نستجيب للنصف الثاني من السؤال فإننا نعلم أنه في الواقع الطلب موجود والقطاع الخاص يسعد كثيرا بالاستثمار so long as risks are mitigated and MDBs can support in aligning with governments process. They can support in providing affordable financing that reduces risk and doesn't require massive sovereign guarantees that sometimes slow down the development of these much-needed projects. And finally, they bridge the gap between what the private sector will ultimately need to see and benefit from, and what the government wants to achieve in terms of social development. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا. يعني حضرتك أشرت إلى عدد من التحديات وأيضا إلى إنه حاجة إلى إنه البنوك التنموية تلعب دور في تسهيل وتخفيف هذه التحديات. أنا هاخد نفس السؤال لمستر أو الأستاذ غوزيه ليتو كوماتش وهو وزير المالية الأسبق لدولة الفلبين. ويعني حضرتك شغلت منصب وزير مالية في الفلبين ولكن حاليا الآن بتعمل في القطاع المالي الخاص. أنت على دراية بإمكانيات وقدرات الدول في تمويل احتياجات مواطنينها من البنية التحتية وفي نفس الوقت انت على دراية على الجانب الاخر توقعات المستثمرين واحتياجاتهم وبنسألك يا ترى كيف تعتقد ان رأس المال العام والخاص ممكن ان يعملوا بشكل افضل او بشراكة افضل بحيث يستطيعوا ان يسدوا هذه الفجوات الهائلة في تمويل البنية التحتية وفي نفس الوقت لو احنا بنسأل البنوك متعددة الأطراف وخاصة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ايه يعني اللي ممكن يقدموه أكتر عشان يقدروا انهم يشجعوا الشراكة في هذا المجال ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
Thank you very much, Mr. شكرا Mr. جزيلا السيد الوزير على هذه الفرصه لكي اشارك معكم الملاحظات والاراء الخاصه بالقطاع العام والخاص. وكما اشرت انفا فاني اعتقد ان هناك فجوه كبيره بين التمويل والبنيه التحتيه وتستلزم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. واود ان اشير بشكل خاص الى الحكومات التي تمثلها وايضا أتحدث هنا عن المؤسسات والتي تعمل في هذا التعاون ولكي تلقي التوقعات الخاصة برأس المال الخاص. وأعتقد أن رأس المال الخاص من المهم أن نحدد أن هناك نوعان، هناك مستثمرين استراتيجيون وأيضا هناك مستثمرين ماليون مثل البنوك وأسواق رأس المال. وأعتقد بالنسبة للحكومات فإنني أود أن أقول أن توقعات رأس المال الخاص أن الدول والحكومات يجب أن تقدم مناخ استثماري مناسب يتم حماية المستثمرين فيه وأن يكون الأمور واضحة ومستقرة، والأهم أن يتم تطبيق المعايير بشكل مساوي وبشكل عادل لدى الجميع حتى يتم الاستثمار الجيد في البنية التحتية. I believe that for most governments, بالنسبة لأغلب الحكومات، فإن عليها أن تشجع هذه الشراكات العامة من خلال إنشاء برامج من خلال برامج تشمل العديد من الاقتصاديات، ويكون هناك العديد من الجهات التي تدعم برامج بي بي بي، وبالتالي يكون من الواضح أن التوقعات لدى الجانبين يتم تحقيقها وأن نعرف ما هي الشرائح التي تود الحكومات أن تتعامل معها فيما يتعلق بالبنية التحتية. وهناك العديد من الأمثلة في كل أنحاء العالم تتعلق بهذا الشأن. النقطة الثالثة التي أود أن أشاركها معكم وبصفة خاصة، هل هناك فرص للحكومات أن تقدم أطر قانونية تسمح أنه إذا ما كان هناك تدفق كثير للأموال، هل تستطيع الدول أن يكون لديها أطر قانونية تسمح لها بتأسيس صناديق ائتمان تسمح بانسياب رؤوس الأموال والتي تقدم إلى من خلال القطاع الخاص؟ إذا هذا أمر هام جدا يجب مراعاته، وأعتقد أنكم قمتم بعمل رائع على مدى 8 سنوات، ولكن هناك المزيد الذي يمكن أن تقدمونه. أعتقد أن الجزء الأهم والذي يمكن أن تقوم به المؤسسات هو أن تقلل الفجوة بين خطر إقامة المشروعات والخطر الذي يستطيع القطاع الخاص تحمله. فالقطاع الخاص لا يستطيع تحمل كل الأخطار التي تحيط بالمشروعات. على سبيل المثال، هناك الكثير من الأسواق في الاقتصاديات الأقل نموا يكون القطاع العام لا يستطيع أن يكون موجود لأنه لا يستطيع أن يتحمل هذه المخاطر، وبالتالي هناك مؤسسات تستطيع أن تقدم وأن تسهم في المساعدة في دعم هذه المشروعات. على سبيل المثال فيما يتعلق بالبنية التحتية، فإن المرحلة الخاصة بالإنشاء هي ليست المرحلة التي يستطيع القطاع الخاص أن يمتصها وأن يكون بها، وبالتالي هنا يستطيع القطاع العام أن يتولى هذه المسؤولية. الأمر الكثير من المشروعات تستغرق وقتا طويلا في إنشائها، وهذا أمر غير مرحب به بالنسبة للقطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تكون هناك مؤسسات أخرى تتولى هذا الأمر. المخاطر الخاصة بالعملة المحلية هي أيضا أمر مهم. القطاع الخاص لا يستطيع تحمل هذه المخاطر، ومرة أخرى نحتاج أن يكون هناك تدخلا لتقليل هذه الفجوات. وأيضا هناك المخاطر السياسية وهي تلعب دورا مهم بالنسبة للقطاع الخاص ورأس المال الخاص.
هناك دور مهم أيضا تستطيع المشاركة في أم بي هي أن تقدم الأطر القانونية التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل ويجب أن تناصر الحكومات والدول الأعضاء لكي تخلق هذه الأطر framework is in place even play an active role of underwriting or anchoring or acting as an anchor investors in those infrastructure funds and business في مساعدة المستثمرين وكما ذكرت the AIIB has been very active and very successful أن البنك الآسيوي للاستثمار يساعد في تقديم التمويلات أود أن أراه يتحرك لما هو أبعد من ذلك وأن يكون لكم دورا أكثر نشاطا إن الأمور والمحادثات الخاصة بالاستثمار تعتمد على القيم الخاصة وهذا الخاصة بصناديق الأسهم وهذا أمر مهم وبالتالي أنا أشجع البنك الآسيوي وغيره من المصارف الائتمانية لأن تلعبوا دورا أكبر في دعم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وليس فقط الخاصة بصناديق الأسهم لأن هذا يساهم في تطوير مهمتها وشكرا.